واحد السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم في فيديو جديد معكم نور وينز. اليوم اخوتي ما غادي نقصر لا جيم بلاي لا والو، جيت باش نقول لكم واحد الحاجه مهمه بالنسبه للقناه اخوتي. كيف ما كتشوفوا دابا اخوتي، وليت كنلوح فيديوهات بالليل، يعني غادي نبقى نلوح فيديوهات بالليل، يعني كل نهار اخوتي فيديو مع 8 ونص ديال العشيه، كل نهار نبقى نلوح بهاد الوقت هذا اخوتي. الحاجه الثانيه المهمه اخوتي هي السلسله الجديده من ندير في القناه، اللي هي في كل فيديو ان شاء الله على الاخر ديالها نبقى نسولكم شي سؤال، واللي جاوب على السؤال اول واحد يجاوب على السؤال في لي كومونتير غادي نحط الكومونتير ديالو هو الاول في الفيديو، وان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نجاوبكم الجواب الصحيح، وغادي نقول سميت شكون هو اللي جاب الجواب الصحيح ان شاء الله اخوتي. المهم اخوتي هادشي اللي بغيت نقول لكم، الاسئله غادي يكونوا عباره عن اسئله في جي تي 5، او لا اسئله عباره عن اسئله عامه، او لا شي اسئله على القناه يعني اخوتي بالنسبه للناس اللي زابوني القدام ديالي. غادي يكونوا عارفين الاجوبه، يعني غنسول شي حاجه كتعلق بالقناه، اي حاجه على القناه غادي نسولها، وشي حاجه كتعلق بالجي تي بالنسبه للناس اللي كيعرفوا العزيز العلوم جي تي اون جينيرال، يعني غادي نسولكم اسئله على الجي تي، واللي عارف احسن واحد ولا اول واحد جواب صحيح غادي نحط الكومونتير ديالو غنقول سميتو في الفيديو الجاي ان شاء الله. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم اخوتي، وما تنساوش كل نهار مع 8 ونص العشيه فيديو ان شاء الله، ومعاه سؤال في الاخر ديال الفيديو. المهم اخوتي كان معكم النور وينز، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بيس عليكم.